هل حقا تشتاق؟ السلام عليكم. من السنن المهجورة أن شخص يلعق أصابعه بعد الأكل. عن كعب بن مالك رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع وكان يلعق أصابعه قبل أن يمسحها. لذلك الواحد يلعق أصابعه إذا كان في عزيمة ولا شيء يحاول أنه يستحي. يعني شفناه من بعض القدوات أنه يعني يأكل أطراف أصابعه بحيث أنه يطبق السنة وأنه ما يخلي اللي قدامه يشمئز. وكذلك من السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل عند قوم يدعو لهم فيقول عليه الصلاة والسلام: اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. وكذلك من السنن المهجورة أن يمشي الإنسان حافي في بعض الأحيان. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: جاء رجل من أنصار النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومنا بضعة عشر رجل وليس على أحد منا نعم. يقول الإمام النووي رحمه الله: من السنة أن يمشي بعض الأحيان الرجل حافيا. هل بعض أهل العلم يقول حتى تطبقها في البيت أنك تمشي حافي؟